عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مما أعزائي التلاميذ نكمل معكم بكتابكم، كتاب النشاطات السنة الخامسة على صفحة 52 و53. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي موجودة أسفل جزء أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. هيا نبدأ مع بعض. Que fais-tu à chaque moment de la journée? يعني وش تدير في السؤال الأول؟ قال لك وش تدير في كل وقت من النهار. عندنا au réveil عند الاستيقاظ، au départ à l'école عند الذهاب إلى المدرسة، au retour de l'école عند العودة من المدرسة، au déjeuner عند الفطور، au coucher عند النوم. دركا au réveil وش نديرو؟ par exemple au réveil نقولو وحنا واش نديرو في كي نوضو صباح؟ جو في ما تواليت، جو بروس مي دون، اي جو برون مون بيتي ديجيني باغ اكزومبل. زعما ندير نظف روحي، من بعد نغسل سناني، من بعد جو برون مون بيتي ديجيني، يعني نتناول فطور الصباح تاعي. او ريفي واش ديرو؟ قدو كتبو واش ديرو. جو في نكتبها لكم باش نربحو شويه الوقت. شوفوا اعزائي التلاميذ، ما فاتنيش بلاصه هنايا، كتبتها لكم هنا. شوفوا دقيقه، عندنا او ريفي يعني عند الاستيقاظ. جو في ما تواليت، جو بوس مي دون، بروس مي دون عفوا، اي جو برون مون بيتي ديجوني. معناتها في وقت الاستيقاظ كي نوض انا واش ندير؟ نظف روحي، معناتها نقول جو في ما تواليت، je brosse mes dents, نغسل سناني، et je prends mon petit déjeuner يعني نتناول فطور صباح تاعي. au départ à l'école كي نروح يعني الذهاب الى المدرسه واش ندير؟ دوك نتوما واش ديروا كي تروحوا ولا كي تجوا رايحين ليكول؟ اكتبوا كسوا في وقت الاستيقاظ ولا عند العوده ولا في الفطور واش تاكلوا، ولا عند كي تجوا تروحوا واش ديروا؟ اكتبوا كل واحد يكتب واش يدير، هكا باش تجيكم سهلة. دوك أنا كي نجي رايحة ليكول واش ندير؟ جونفيل مون تابليي، جو مي مي شوسيغ، اي جو برون مون كارتابل. يعني كي نجي رايحة نلبس طابليتي، ومن بعد نلبس الأحذية تاعي، ومن بعد كيف نلبس كارتابي. دوكا جونفيل مون تابليي، يعني أضع الطابلية تاعي، جو مي مي شوسيغ، نلبس الحديتي صباطي، اي جو برون ميك مون كارتابل، وندير كارتابي. هذا كي نجي رايحة ليكول. وكي نولي او روتور دو ليكول يعني عند العودة من المدرسة، جو برون مون غوتي، جو روغارد لي ديسان انيمي، بي جو ريفيز مي لوسون. باغ اكزومبل كي نجي نولي من ليكول، جو برون مون غوتي معندها اتناول يعني الفطور مساء هكا مون غوتي حاجه خفيفه، جو روغارد لي ديسان انيمي نشوف الرسوم المتحركه، بي جو ريفيز مي لوسون بعد نراجع دروسي. او ديجوني هاي فقط الفطور، فقط الفطور واش نديرو؟ اوتوماتيكمون ناكلو. ما فقط الفطور واش ناكل انا؟ جو مونج دو لا فيوند افيك دي فريت او دي بات اي ان فروي، يعني ناكل اللحم مع الفخيت البطاطا المقلية، و دي بات يعني معجنات، وناكل معاهم تان فخوي فاكهة أي فاكهة. جو مونج دو لا فيوند افيك دي فخيت و دي بات اي ان فخوي. او كوشي عند النوم قبل ما نرقد زعما، جو لي ان جو لي ان كونت يعني نقرا قصة، بي جو موندور بعد نرقد، نقرا قصة بعد نرقد. هذه هي واش ندير في لي مومون دو لا جورني. دركا اعزائي التلاميذ نروحو للسؤال اللي بعده. قال لك جو لي لي ريبونس في جو شوازي اون سول كاستيون. قال لك نقرا الاجوبه وبعد نختار سؤال واحد. هنا مدونا جواب، دركا هذا الجواب وشنو هو السؤال تاعو؟ هذا ولا هذا ولا هذا؟ على حسب المعنى تاع الجواب تعرفوا لا هاد لا كاستيون، لا هادي ولا هادي. قال لك امينه va au zoo chaque vendredi. أمينة تروح لحديقة الحيوانات في كل جمعة.
دوكا باش نتحصلوا على هذا الجواب نطرح السؤال، كي أمينة؟ شكونها أمينة ولا أوي أمينة؟ هنا مغلطين، هنا وين راهي أمينة ولا كونتسك أمينة فا أوزو؟ وقتاش أمينة تروح لحديقة الحيوانات؟ دوكا قال لك هنا أمينة فا أوزو، يعني أمينة تروح لحديقة الحيوانات في كل جمعة، راهم حدوا لنا الوقت تاع أمينة، يعني الزمن اللي تروح فيه أمينة لحديقة الحيوانات. دوكا حنا كي نطرحوا السؤال باش يعني سؤال نطرحوه باش نحصلوا على إجابة الزمان ولا الوقت، توجور كون كونتسك أمينة فا أوزو، وقتاش متى؟ متى أمينة تروح لحديقة الحيوانات؟ أمينة فا أوزو شاك فوندردي، في كل جمعة. ما نقولوش كي أمينة، ما قالولناش أمينة إيتون بوتيت في، ولا ما وصفوناش أمينة ولا عرفونا أمينة. كي أمينة معناتها من هي أمينة، هذا كي معناتها من، و معناتها أين هي أمينة، ما قالولناش أين هي أمينة، قالولنا أمينة تروح لحديقة الحيوانات في كل جمعة. ما لا لا بون غيبونس أو بيان لا بون كيستيون، عفوا كل الأحرار تشوفوا خير. فا أوزو يعني وقتاش أمينة تروح لحديقة الحيوانات. هايلك نروح دوكا السؤال اللي بعده، قال لك لا نيج طومب سور لي مون دو شريعة اون ايفير، يعني الثلج يسقط فوق جبال شريعة في الشتاء. قالوا لنا هنايا، طبعا هذا السؤال يعني قلنا ثلج، يعني ثلج صب في جبال شريعة في كل شتاء. دوكا نقولوا او سو تروف شريعة، ou bien pourquoi la neige tombe-t-elle sur les monts de Shreya, ou bien quand la neige tombe-t-elle sur les monts de Shreya. قالونا باش نجاوب على باش نتحصل على هذا الجواب نقول او سو تروف شريعة، وين جايه شريعة، ولا pourquoi la neige tombe-t-elle sur les monts de Shreya، وعلاش الثلج يسقط فوق جبال شريعة، ولا كون لا نيج تومبتيل سور لي مون دو شريعه، ولا وقتاش الثلج تسقط في جبال شريعه. درك هنايا قال لك لا نيج تومب سور لي مون دو شريعه اون ايفير، في الشتاء. في الشتاء حيت حودك هنا واش داروا لنا، حدوا لك الزمن، يعني الزمن اللي تسقط فيه الثلج، يسقط فيه الثلج فوق في جبال شريعه. اون ايفير هو الزمن. واش قلنا باش يعني نتحصلوا على الزمن، سؤال نطرحوه باغ كون، متى؟ وراهي كون هنايا، او سو تروف شريعه، او اين، بوركوا ماذا، ولا عفوا لماذا، و كون متى. مالا كون لا نيج تومب تيل سور لي مون دو شريعه، وقتاش الثلج يصب فوق جبال شريعه. مالا لا بون ريبونس سي هايلي، كون وقتاش يصب الثلج فوق جبال شريعة. اون ايفير لا نيج طومب سور لي مون دو شريعة، اون ايفير الشتاء تسقط، عفوا الثلج يسقط في جبال شريعة في الشتاء. il joue le match final ce samedi 5 décembre، قال لك يلعبوا المباراة النهائية في يوم السبت 5 ديسمبر. دوكا هنايا عطاولك سو سامدي 5 ديسمبر، كيف عطاولنا الوقت. قال لك هنايا او جوتيل لو ماتش فينال، كون جوتيل لو ماتش فينال، او بيان افيك كي جوتيل. قال لك او جوتي معناتها وقت اين سيلعبون المباراة النهائية، و اين كون متى سيلعبون المباراة النهائية، افيك كي جوتيل مع من سيلعبون، افيك كي مع من، كون قلنا متى، جو بلوتو او عفوا اين اين. درك هنايا عندنا سو ساندي 5 ديسمبر، 5 ديسمبر ها باينه كي الشمس، عاود ورونا الوقت هنا كيف وقت زعما قالك يلعبوا المباراه النهائيه في يوم 6 5 ديسمبر. واش نطرحوا السؤال احنا بالعربيه، متى سيلعبون المباراه النهائيه؟ سيلعبون المباراه النهائيه في 5 يوم السبت 5 ديسمبر. ما لا لا بون كيستيون هي كون جوتي لو ماتش فينال، هذه هي متى سيلعبون المباراه النهائيه باش نتحصلوا على الزمان ولا على الوقت. توجور اون بوز لا كيستيون بار كون، نطرح السؤال بمتى.
نروح دركا أعزائي التلاميذ للسؤال السابع. قال لك جيكري لو ديالوغ، أنا أكتب الحوار. جونتخ دونز أن ماغازان بوغ أشيتي دي فاتمون ديفيغ، أنا ندخل المحل باش نشري ملابس الشتاء. Je pose des questions au vendeur ou bien à la vendeuse. نطرح بعض الأسئلة للبائع ولا للبائعة. Combien coûte ce cette Combien coûte ces Donc هنايا لي زاديتيف ديمونستراتيف. عندنا هنا لي زاديتيف ديمونستراتيف، عندنا ce cette ou ces. قالوا لنا combien coûte ce ou cette. Ce, أعزائي التلاميذ، زعما باغ اكزومبل ce، عندنا cette، عندنا ce. توجور أعزائي التلاميذ ce نوضعوها كيكون الاسم مذكر، كيكون هنا النوم مذكر نحطو ce، وكيكون الاسم مؤنث نحطو cette، وكيكون الاسم جمع مذكر أو مؤنث نحطو ce. هذه قاعدة نحطو سي. دركا هنا عندنا وعندنا تاني هادي سات، دوكا كيكون عندنا فوايل زي ما نقولو افيون ولا اورانج باغ اكزومبل. عندنا او عندنا فوايل، توجور كيكون عندنا فوايل نديرو سات، ني هادي ني هادي نديرو سات. سات اورانج، سات افيون، بيسك لا فوايل فوايل ما يتلاقاوش. توجور يكون عندنا هنا اون فوايل نديرو ست، هذه فيها تي وحده، هذه نديرها في المؤنث كما كيكون بوم غوب، ست غوب، ست بوم اكسيتيرا. شفتو؟ دور كنروحو للتمارين تاعنا. عندنا هنا ان بوني، ان بوني انا نشوفو بلي ان مذكر، واش نقولو؟ كومبيان كوت مذكر سو بوني، يعني شحال يسوى هذا البوني كما نقولوا هنا. دركا عندنا هنا دي غون، دي على ملم ديريكتومون جمع